عندما تؤمن بالله الذي يعلم سرك وجهرك لن تدخل إلى غرفتك الخاصة ولعلك تعصي الله تعالى فيها، ولن تدخل إلى غرفة محامي لتزور أنت وهو توقيعا في سند، ولن يدخل رجل إلى أبيه في غرفة العناية المشددة ومعه اسطمبة ومعه عقد فيه بيع لبيت من بيوت أبيه، وبيصرف إخواته من غرفة العناية المشددة وبيجيب إبهام أبوه وبيحطه بهالمحبرة أو بالحبر وبعدين بيحطه ختما على هذه الورقة. إذا كان يؤمن بالله الذي يعلم السر والجهر، بس إذا ما في إيمان بالله الذي يعلم بالسر والجهر سيفعلها. إذا ما في إيمان بالله الذي يعلم السر والجهر سيظهر الإنسان أمام الناس بمظهر بأنه من الصالحين، فإذا خلى بمحارم الله تعالى انتهكها. إذا ما في إيمان بالله تعالى سيظلم القوي الضعيف وسيأكله. إذا ما في إيمان بالله تعالى سيتعامل الناس فيما بينهم بالخيانة. بس إذا في إيمان بالله تعالى تستقيم أحوال الناس. كم من مرة أيها الإخوة والله جاءني منكم من عرض عليه عمل يدر عليه مالا جيدا لكن هذا العمل حرام، فتركه كرامة لحضرة الله تعالى. والله ولو سأل أهل الأرض من غير المؤمنين لقالوا له خذه يا رجل، ما تفكر بالموضوع أبدا. كم من مرة أيها الإخوة عرض على واحد منكم وجاء ليخبرني عرض عليه حرام، ما منعه من هذا الحرام إلا حضرة الله تعالى، سواء كان هذا الحرام في المال أو في العلاقة بين الرجال والنساء أو في الاعتداء على حقوق الآخرين. كم من موظف موجود في مكتبه يستطيع أن يعتدي على حقوق الناس لكن خوفه من الله تعالى يمنعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الطريق فشاهد صحابيا اسمه أبو مسعود يضرب عبده، أبو مسعود يضرب عبده، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال له من ورائه اعلم أبا مسعود، فالتفت أبو مسعود وتفاجأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. أنت هذا عبدك وعم تضربه، أنت قوي هو ضعيف، بس اعلم بأنه الله أقدر عليك منه. قال أشهدك يا رسول الله أنه حر في سبيل الله. الإيمان بالله تعالى يا أيها الإخوة يشيع العدل بين الناس. الإيمان بالله تعالى يجعل أحدنا يأمن أخاه. الإيمان بالله تعالى يجعلك تحافظ على بر أبيك وأمك. الإيمان بالله تعالى يجعلك تعدل في النفقة على أولادك. الإيمان بالله تعالى يجعلك إذا ذهبت خارج بيتك لتأكل ما لذ وطاب من الطعام، عندما تعود إلى زوجتك أن تحمل بيدك شيئا حتى لا تكون هي من يفقدون هذا الطعام اللذيذ وأنت تمضي تقضي وطرك مما شئت منه.